بسم الله الرحمن الرحيم اللي خطورة الوضع بالنسبة للكورونا فيروس اليوم قررت أنني أقدم هذه الشهادة وأتكلم على وضعية الكورونا فيروس لأن أمس خرجت شهادة قوية ومن عالم قوي منذ بداية وباء كورونا وأنا أتابع كل الأبحاث التي تخص هذا الفيروس لقد كانت يعني لدينا معلومات كثيرة ولكن لم يكن باستطاعتنا ان ننشرها وهذا لعده اسباب حتى لا نروع شعوبنا واسباب اخرى. اما اليوم لا يمكن ولا استطيع ان اخفي ما وهذا حتى يتسنى لكل شعوبنا ان يحافظوا على انفسهم اكثر من اي وقت مضى. في اخر جانفي جانيوري كنت في سفر لاوكرانيا وبعدها مباشره جلست في دبي حين ارتفعت رقعه الفيروس. وبعد ظهور حالتين في دبي ونظرا لبعض الابحاث مباشره علمت بان هذا الفيروس سوف ينتشر بسرعه وما علي الا الرجوع الى فرنسا كان عندي علم بان هذا الفيروس متحول الموت وهذا من الصعب ايجاد الدواء بسرعه امس شهاده قويه كما قلت في البدايه من عالم قوي اسمه ليك هذا استاذ عنده جائزه نوبل لاكتشافه لفيروس الايدز وهو السيدا شهاده قويه بعيده كل البعد عن الضغوط ان نوعيه الفيروس الطبيعي الذي هو موجود في الخفافيش اللي من فيروس كورونا اضيفت اليه قطعه جينيه من فيروس الايدز وهو فيروس السيدا ولما طرح عليه السؤال من عمل هذا قال لا أعرف من عمل هذا ولماذا إذا هذا الفيروس ليس فيروس طبيعي وإنما عمل ناس علماء محترفين غيروا منظومة هذا الفيروس هم علماء في الموليكولر بايولوجي بيولوجيا الجزئية ويقول الأستاذ مونتاني لا أعرف بالذات لماذا عملوا هذه التغييرات على الفيروس الأصلي كورونا وقال أنا هنا أعرض فقط ماذا حدث ولا أتهم أي جهة من الجهات ولماذا عمل هذا بالنسبة لي أرادوا أن يصنعوا لقاحا لمرض الإيدز إذا ماذا عملوا أخذوا قطعة من الفيروس الإيدز ولصقوها مع الـ RNA يعني القطعة الكبيرة لفيروس كورونا بمعنى أحسن يعني أن الفيروس كورونا يحتوي على قطعة من فيروس الايدز داخله. نعم الأمر خطير وخطير وخطير. هذه شهادته هو الذي يحكي هذه الأمور مش أنا. بمعنى آخر حتى تفهمون الأيرن لكورونا فيروس حبل طويل أعطيكم وفيه قطع. إذن ماذا عملوا؟ عملوا قطعة من تاع الفيروس الإيدز واخذوها والصقوها في وسط هذا الحبل. وهذه القطعه ليست صغيره فقط وانما لها القوه في التاثير. كان بعض العلماء علموا بهذا يعني علموا ولكن تلقوا تهديدات وضغوطات كبيره بعدم النشر. الدليل ان فيه في فرقه ابحاث هنديه يعني حوالي اكثر من عده اسابيع يعني فرقة معترف بها عالميا بعد كشفها لهذه الخطورة أن فيه قطعة من الإث موجودة في الفيروس كورونا حضرت منشور وأرادت أن تنشره لكن مع الأسف بالضغوطات منعوهم من النشر كان سكوت لبعض العلماء في البداية ثم بدأت الأمور تنكشف بعد ارتفاع عدد الوفايا لما طرح طرح السؤال على الأستاذ مونطاني وأنت لماذا لا تتكلم ولم تتكلم قال أنا باعتباري حائز على جائزة نوبل للطب لن يؤثر علي ولا, ولا أحد يعني أنا بإمكاني أستطيع أنشر كل أبحاثي بأي طريقة ولا واحد يعني يقدر يأثر علي ولما سئل لماذا لم تتكلم قبلها كل هذا قال كتبت وأرسلت اكتفى في هذا يعني يبقى دائما الامر غير مقنع بالنسبه لنا اريد ان اقول هو ايضا كانت عليه ضغوطات وعدم الكلام في السوشيال ميديا واقول انه بدا الكلام امس فقط لانه راى ان بعض الدول العظمى بدات ترفع اصواتها بان فيه مشكل به فيه ان فيه خبايا من طرف الصين فهو يصرح الان يعني حتى لا يترك للاخرين مجال النقد ضد شخصيته يعني قبل ما يتكلم هو كان الرئيس ماكرون قال يوجد اشياء حدثت ولا نعرفها كذلك قال مايك بومبيو رئيس الدبلوماسيه الامريكيه قال سوف نعمل بحث وتحقيق على طريقه تفشي هذا الفيروس والذي اعطى كل هذه الكوارث في العالم الولايات المتحده نفسها تكلمت بصراحه بان هذا الفيروس الفيروس هذا خرج من مختبر بوهان الصين كل هذه البيانات ظهرت خلال الساعات الماضيه يعني الاربعاء الماضي المساء لما خرجت في فوكس نيوز يعني شيء اخر مهم في مقاله في واشنطن بوست ايضا بان السفير الامريكي في بكين يعني حذر الدوله الامريكيه في 2018 بأن مختبر في ووهان ليست لديه كل الوقاية الكافية لدراسة أنواع كورونا فيروس يعني عند الخفافيش لا يقصد أنهم متهمين عملوا الكورونا فيروس وإنما ما كانت عندهم وقاية كافية كافية بالنسبة للمختبر كذلك مايك بومبيو طرحت عليه أسئلة على المقالة التي كتبها قبل والذي تكلم فيها على أن الفيروس خرج من نفس المختبر الذي تكلم عليه عن تكلم عنه في 2018 إذا الحذر ثم الحذر نرجع لقول مونتاني مونتاني قال أن هذا الالتساق بين قطعة فيروس الإيدز مع كورونا فيروس ليست طبيعية بالفعل مش طبيعة لعملة الفيروس كورونا من الخفافيش واندمج معها فيروس الايدز وانما هو عمل مفتعل هذا قول مونتاني عمل مفتعل بيد انسان في فيروس كورونا يعني حبل يوجد حوالي 30 الف جين مثلا والتي تحتوي على كل حال اقل من الف قاعده وهي عباره عن تلاصق قطعه قطعه مع قطعه يعني حتى تفهموني وفي هذه القطعه توجد قطعه من الايدز داخل وعندنا في علم بيولوجيا الجزيئيات يعني موليكولر بيولوجي بامكاننا عن طريق الحاسوب ان نجد كل ما نريده في هذه القطعه الجينيه سواء فيروس كورونا او غيره نعم يوجد فيروس الايدز في فيروس كورونا ولكن غير كافي للاصابه بمرض الايدز هذا قوله على كل حال ما يقوله اليوم الله المستعان على الذي سوف يحصل. هل مرضى الايدز سوف يزيد ام لا؟ هاو سنصاب ام لا؟ والله اصبحنا لا نصدقهم. يعني اصبحنا اليوم امام بشر غير امناء. ارجع دائما الى قول منطني المهم اليوم اننا نعمل الفحص لكورونا بعد الشفاء وفي نفس الوقت لما ننتهي نفحص هل فيه موجود ليزونتيكور بمعنى ليزونتي بودي. اجسام مضاده لما نعملوها يعني حتى نشوف وحتى يتسنى لنا الاصابه بالايدز ام لا نرى ان بعض البروتوكولات لعلاج كورونا اللي موجودين فيها فيها يعني بالاضافه الى إدروكسي كلوروكين فيه عقار يعني يستعمل اضافي في مرض الايدز كانوا اضافوه ولكن لم تكن عنده فعاليه جيده لماذا عمل؟ نتساءل نفسنا اذا البلاكينيل حاليا الحمد لله انه يشفي ولكن هل شفي هل مرض جديد سوف ياتيه لهذا اليوم الصين في منصه الاتهام هل هي ايضا يعني ضحيه من الخطا ام لا السؤال طيب نسال انفسنا طيب الفيروس غير من اجل تصنيع لقاح ضد السيدا ولكن كيف خرج هذا الكورونا فيروس كوفيد 19 من المختبر كيف خرج؟ تردد هنا الاستاذ مونتاني تردد كثيرا وتجنب الاجابه للسؤال الذي طرح عليه، كيف خرج وفي النهايه اكتفى فقط بقوله بان واحد من العمال نقل العدوى، هذا هو كلامه بالتفصيل ليس كلامي. الحين ماذا يجب ان نصنع؟ علينا ان ناخذ كل الحذر ان نبقى في بيوتنا لاننا ليست لنا الكفاءه كيف نقاوم هذا الفيروس، والله المستعان اذا نوصي كل حتى يعني حكامنا أننا يأخذون الأمر بجدية وأن يأخذوا الأمر أيضا من علمائهم أيضا عندنا علماء رجال علم يأخذوا برأيهم ويبحثوا أيضا ويشوفوا ما هي هذا الفيروس إذا انتهى فالحمد لله وإذا لم ينتهي لازم نقابل هذا الفيروس وإلى لقاء آخر إن شاء الله وبارك الله فيكم